نعم المالكي. نعم نعم. جهاد. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ أنس بن مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، یہ ویڈیو سعودی عرب کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عالم اس بچے کا امتحان لے رہا ہے. اس بچے کو لاکھوں احادیث یاد ہے، یہی نہیں بلکہ حدیث کی طرح ربیع کا نام، جس نے حدیث کو صحیح کہا ہے اور جس نے ضعیف کہا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں کتاب کے کتنے حصے ہیں، حتیٰ کہ اس کو حدیث کے نمبر بھی یاد ہے، اور وہ کتاب کے شروع سے آخر تک مسلسل کون سی حدیث کے بعد کون سی حدیث آتی ہے، یہ سب کچھ یاد ہے اس کو. ناظرین، الصیام جنہ، حدیث من؟ ابی ہریرہ عند الشیخین. من اراد الحج فلیتعجل، حدیث من؟ حدیث ابی ہریرہ عند ابی داود. عند من؟ ابی داود. السید اللہ، حدیث عبد الله بن الشخير. من صححه؟ رجاله ثقات، وقد صححه غير واحد، واشتباه النسائي وجوده محمد. كل خطبة ليس فيها تشهد، أبي هريرة. آپ کے علم میں یہ لانا ضروری ہے کہ بخاری شریف کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ کو بچپن میں 70,000 کے قریب احادیث یاد تھی، اور اس بچے کو بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمیزی، ابن ماجہ سمیت 18 کتابوں کی جو احادیث ہے وہ سب کچھ زبانی یاد ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی امام بخاری کو دیکھنا چاہے تو موجودہ دور میں اس لڑکے کو دیکھ لے. لڑکے کا نام جہاد بن مطیب المالکی ہے، جو 2002 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوا تھا. افسوس کی بات ہے مگر سچ ہے کہ لڑکا نابینا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن اس کا دل قرآن و حدیث کے نور سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو دوبارہ اس قوم کے لیے امام بخاری ثانی بنائیں اور اس کی زندگی اچھی اور لمبی کریں، آمین. عن علی، عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن عبد العزیز بن رفیع. ان حق الشروط ان یوفا بها ما استحللتم به الفروج، حديث من؟ عقبة بن عامر. الذي بعده؟ عائشة. الذي بعده أنس. الذي بعده ابن عمر. الذي بعده مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. الذي بعده؟ الذي بعده حذيفة. ألحق الفرائض بأهلها، ابن عباس عند الشيخين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أسامة عند الشيخين. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أكمل. حكى عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زمان قد استدار كآياته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان، أي شهركم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسم غير اسمه. قال: أليس الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلدكم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: أي يومكم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ الشاهد الغائب.